بالاعتماد على منظومات الري الحديث، تسعى وزارتا الموارد المائية والزراعة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، ذلك عبر وضع خطة شتوية استعدادا للموسم المقبل. مناقشات موسعة حول الخطة الزراعية الشتوية أجرتها اللجنة التنسيقية العليا بين وزارتي الموارد المائية والزراعة. التنبؤات الجوية تشير إلى موسم أمطار فقير يدفع باتجاه انحسار المساحات الزراعية الديمية. وزارة الموارد المائية تعمل على تعويض الخطة عبر زراعة المناطق الصحراوية بالاعتماد على المياه الجوفية. الأمطار احتمال تتأخر أو تنحب في بعض المكانات، فمن تخلي تنطي فرصة للمزارع أن يحرث ويهيئ ويبذر وما يجي مطر راح يخسر مرتين. يعني بالنسبة للزراعة المروية اللي هي تهمنا، احنا ما قللنا على العام الماضي، بدينا مثل العام الماضي حوالي 1.5 مليون في حوضي جو الفرات، وحوالي 500 أو 300 في ديالة، و200 في كركوك، فصير حوالي 2 مليون دونهم. وزارة الزراعة تدفع باتجاه إنجاح الخطة الشتوية كسابقتها. الخطة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي بمحاصيل الحبوب وأهمها الحنطة إلى جانب محاصيل الخضار. التوسع لهذا العام سيعتمد بنسبة كبيرة على الري الحديث بهدف خفض استهلاك المياه. هذا التخفيض الكبير اللي حدث في المناطق المروية كان هناك بالاتجاه الآخر، هو زيادة في التوسع بمنظومات الري الحديثة وحسب التوجهات الحكومية الأخيرة باستخدام تقانات الري الحديثة لتقليل وترشيد استخدام المياه من جهة، وأيضا زيادة الغلة الإنتاجية من جهة أخرى، وبالتالي وصلنا إلى تسويق بحدود 6,300,000 طن مقارنة بالسنة السابقة اللي كانت 5,200,000 طن. وتعمل وزارتا الموارد المائية والزراعة على معالجة المشكلات التي تواجه الخطط الزراعية وزيادة المساحات المزروعة لتوفير مختلف المحاصيل وتقليل حجم الاستيراد، مع مراعاة الوضع المائي في البلد من ناحية الخزين في السدود العراقية وتوقعات الإرصاد للفترة المقبلة. ميثم الجناحي، العراقية الإخبارية، بغداد.